نظمت السلطات المحلية بإقليم الجديدة بتعاون مع المجتمع المدني حملة تحسيسية توخت تكريس ثقافة احترام شروط السلامة الصحية والالتزام بالتدابير الاحترازية الكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. ومن خلال جولة استطلاعية بتراب جماعات كل من الجديدة وأزمور ومولاي عبد الله، تمت معاينة السلطات المحلية بمعية فعاليات مدنية وجمعوية، وهي تباشر عملية توزيع الكمامات الواقية لفائدة ساكنة المناطق الأكثر هشاشة والخاضعة لبرنامج إعادة الهيكلة على مستوى هذا الإقليم. صراحة منذ الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 67 لثورة الملك والشعب، لامسنا في الخطاب واحد الغيرة قوية ديال سيدنا الله ينصرو على المجتمع ديالو، وعطى يعني الأوامر ديالو بأن نزيد ونشدو واحد المزيد من التدابير الاحترازية، واحد المزيد من يعني من اليقظة، على أساس باش المجتمع يخرج من هذه الجائحة بأقل الأضرار. هذه الحملة التحسيسية من أجل أولا ضرورة الالتزام بالتباعد الجسماني بين المكونات هنا ديال المجتمع بداخل جماعة مولاي عبد الله، ثم كذلك الالتزام بالتباعد الجسماني وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة. كما وجهت الدعوة إلى ساكنة الدواوير التي شملتها الجولة ودواوير أخرى بالإقليم من أجل الالتزام بالتدابير الوقائية والتحلي بروح المسؤولية التي أبان عنها المغاربة في المرحلة الأولى من مواجهة هذا الوباء.